وهادشي اللي بغينا غير الرضا ديالك ليا والتوفيق مع الله سبحانه وتعالى. شكرا. السلام عليكم حباب. مرحبا بكم. كنتواجدوا في مدينه طنجة في هذا البروجي الغزال اللي كتشوف. خليونا لي كومونتير ديالكم والاراء ديالكم. السلام عليكم. بعض النصائح غادي يفيدوك في الديزاين دانتيغيور ديالك. اول حاجه هي البلافون. ركزوا على البلافون يكون سامبل وما يكونش فيه الزواق ولا الخطوط. ثاني حاجه هي الصباغه. نحاولوا نبعدوا على هذا النوع ديال الصباغه ونعوضوها بالصباغه السامبل ونتفنوا في الالوان، ولكن دائما نبقاو في الالوان محايده. وبعض الاماكن نحاولوا نستعملوا بابي بان. ثالث حاجه وهي الابواب. الابواب دابا مابقاتش كتخدم ديك ستوندار ديال 22، دابا الابواب كنعليهم حتى السقف وكيعطيو واحد الجماليه اكثر. رابع حاجه وهي الاضاءه. الاضاءه خاصها تكون مدروسه مزيان على حساب الاساس على حساب المساحه باش نحصلوا على واحد التناسق في الانتيغيور ديالنا. اذا عجبكم في حال هذا المحتوى ما تنساوش تخليونا لايك وتعليق وتبارطاجيو الفيديو. في هذا البروجي الغزال
كتبنا لي كومونتير ديالكم والاراء ديالكم. السلام عليكم. بعض النصائح غادي يفيدوك في ديزاين دانتيريور ديال. اول حاجه هي البلافون، ركزوا على البلافون يكون سامبل وما يكونش فيه الزواق ولا الخطوط. ثاني حاجه هي الصباغه، حاولوا نبعدوا على هذا النوع ديال الصباغه ونعوضوها بالصباغه السامبل ونتفنوا في الالوان، ولكن دائما نبقاو في الالوان المحايده. وبعض الاماكن حاولوا نستعملوا بابي بان. ثالث حاجه وهي الابواب، ابواب دابا مابقاتش كيتخدم ديك ستوندار ديال 22، دابا الابواب كنعليهم حتى السقف وكيعطيو واحد الجماليه اكثر. رابع حاجه وهي الاضاءه، إذا أخصصكم دروسة مزيان على حساب الأثاث على حساب المساحة باش نحصلوا على واحد التناسق في الانتيريور ديالنا. إذا عجبكم في حال هذا المحتوى ما تنساوش تخليونا لايك وتعليق وتبارطاجيو الفيديو.